اجيب لك اكتر. تعالى بقى يا عم، عشان انا مش هقول الكومنت ده الصراحة، ده بيشتم انت اللي هتقول. بيشتمه لا مش شتيمة والله، ما فيش حد هنا يا عم، الناس كلها هنا بيقول ناس ايه؟ محترمة وما فيش حد هيغلط بيقول في ايه؟ حد. تعال. لو بيشتم الله يسامحك، لا والله ما بشتم. لو بيقول كلام حلو ولك بالمثل يا محمد، تعال بس يا اخي، عايز انا هقول له ايه؟ تعال بس، تعال. ليه؟ انت شكلك بنتك مش فايته يا محمد. اهو ايه وريني كده محمد بيقول بص، ايه؟ ايه بقول ده؟ لك الفرحة، الفرحة ليه؟ الفرحة مش الأوراق. الفرحة هكذا. مش الفرخة يعني؟ يا محمد ما تظبط كده يا محمد، فين؟ روح نام يا محمد، شكلك عايز تنام يا ابو حميد. استنى كده يا كابتن كراميل، لا كراميلو كراميلو، انت بتدلعني غلط يا محمد. لا الدلع بتاعك كده مش هينفع. على فكرة يا محمد احنا ما بنقولش كده، الله يسامح بقى اللي كان طلعها، احنا ما بنقولش كده يا ابن مدحت الله. الصفي بيقول لك كابتن اكرم عسل. حبيب قلبي يا استاذ مدحت يا غالي، ده احنا بلديات بقى يا كابتن. انت من المنصور؟ سماح مبدع ناس والله. طبعا اكرم ده طلع مصيبة، الله يسامحك يا سيدي. مين ده؟ الله يكون صاحبك. انا ما بقتش شايف يا اسطى كويس والله. انا شايفك، انا شايفك ماشي. ده محمد، ده اللي محمد ايه؟ ما اعرفش محمد محمد، محمد الترس باين، ولا مش عارف محمد ايه. بني سويف بتمسي وتقول لكم مبروك. الله يبارك فيك يا عم علاء، احلى مسا على بني سويف كلهم. سهيلة قول لي سلام يا سهيلة عشان عايز اقفل، ولو قلت لي سلام هزعل منك. ما اقول ما هي بتقول لك يا هبل، قول لي سلام يا سهيلة عشان عايز اقفل، ولو قلت لي سلام ازعل منك. خلاص ما تقولش، انا اقول انت روحي نام يا سهيل. خلاص يا اسطى كده هتقفل بقى. الله منور يا كابتن احمد محترم، انت اكرم الرجال. سلام للشناوي، احلى سلام يا عم محمد، محمد عبد الوهاب. انت فاتح اللاب من امتى يا اسطى؟ انا هو بقاله شويه حلوين الصراحه، بس ايش طب يعني الناس المحترمه قاعده معانا في اللايف، انت فاضي صح؟ يعني اعمل لهم ايه؟ لا يا عم الناس على دماغنا، اخواتنا يا عم لا اكرم. طبعا على دماغنا والله العظيم. الله يبارك لك يا لا ابني محمود طيب واكرم طيب، حبيبي عمان ربنا يخليه. سوهاج. سمر. هقول لك زي احمد فتحي في فيلم كابتن مصر، سوهاج بلد لا المواويل. لا مش من، اي فيلم ما هو كان هي بيقول بتقول لك، كده. هي بتقول لك انا حاسس ان هو اكرم من سواك. احسن ناس سمر يا اخوانا والله العظيم، ده يا عم طبعا، ده شرف لينا وحياة المصحف، حياة المصحف استنى. والله. محمد الهادي بيقول لك يا اسطى انا مش بشتم، انا بحب، وانا بحبك والله ابو حميد، بحبك حبك الله الذي احببتني فيه. اه يا عم محمد الهادي، باش اكرم منور والله حبيب بقى. نورك غالي والله العظيم. روماني ده كتب كذا كومنت يا اسطى، ورا الاكرم توفيق حبيبي رجولة، وده حبيبي يا اكرم روماني، ربنا يبارك لك. اكرم قول له علاولة، علاولة اكرم قول مش إلك علاولة دعوة، مش إلك دعوة. والله تعالى علاولة يا على مش ليك دعوة، على تريقوا علينا يا عم. شوف انت معلش يا ابني يا الله عشان يتريقوا لا علينا. والله العظيم ابدا يا عم، الناس بتحبك اقسم بالله. اه ماشي يا رجالة. ايه كده يا كابتن اكرم، بجد ماتش روعة عليكم بجد، ايه شعوركم لما لعبتوا البايرن؟ ايه شعورك يا اكرم؟ اجلد خلاص ماشي. معلش يا محمد علي، انا عايز اجاوبك بس مش دلوقتي، صوتي راح. مسي على اكرم محمود، سند بيمسي عليه حبيبي يا نجم مصر، هنزل له الحته اللي بيمسي عليا فيها ستوري على الانستجرام. ماشي يا عم داودي، انت جاي امتى يابا؟ وحشتني يا عم، اجي لك يا اشوفك بكره. السبت ان شاء الله. كاستو احنا عندنا كذا كام يوم؟ هو يوم احنا انا عنده. هو هيكون يوم الحمد لله السبت. اه في اجازه. اه حلو احنا لاقين. اه والنبي حلو. احلى مسا على اهل بلد يا اسامه. الله الوكيل ملك حال يا اكرم. مين دي ولا ايه؟ عبد الرحمن. في عبد الرحمن خبر يا عبد الرحمن.
الله يبارك فيك والله العظيم. انت عندك شويه ناس والله يا محمود زي العسل. اهم حاجه الناس المحترمه يا عم. لا يا عم انت الكلام ده كله زي الفل يا عم، احنا بنهزر وبنضحك عم، دخلنا اللايف عشان ايوه يا عم نتكلم كده بقى لنا ساعه ونص بجد والله. اللايف بقاله قد ايه يا جدعان؟ انا مالي ونص. هو اللي فاتحه، انا كنت جاهز الشنطه بتاعتي عشان ماشيين الفجر. طب انا لسه ما عملتش اي حاجه، قوم جهز الشنطه معايا. ماشي خلصان. دبابة يا أكرم، ربنا يحميه. ربنا يحميك يا كراميل، والله يبارك لك والله. والله بص أنا قاعد عامل إزاي، أنا مش قادر. أنت لسه شارب ريد بول يا اسطى؟ مفيش باور خالص. هو الريد بول بيعمل إيه ولا إيه؟ مش حاجة؟ بيفش. احنا عايزين أكلة محشي، شوية محشي كده على حتة بطاطا. محشي لا مش بط، محشي بقى وإيه بس عشان أنا جوعت. وأنا جعان. أشكر. لفيت الكاميرا. أهو الكاميرا. محشي بقى، شوية محشي. تمام. فرخه عشان خاطر انا عارف ان الفرخه دي انت هتقولوا على ايه. فرخه محشيه شويه رز. يا سلام. خلاص يا واحد اقلب يا واحد. يعني انت عايز محشي وفراخ بس وشوربه بقى والقعده جنب الحاج. يا نهار ابيض. انا بصراحه لا، القعده جنب الحاج يا سمي امي. يا الله حصل الله اي حد كده.